بنفس نتيجة الشوط الأول الأهلي يتعادل مع بتروجيت بدون أهداف في أولى تجارب النادي الأهلي الودية. كابتن شريف، يمكن الشوط الثاني الحاجة الوحيدة اللي شفناها نزول كريم فؤاد، محمد محمود وأحمد عبد القادر، وشفنا ضربة جزاء مهدرة من أحمد، يعني خد فيها الريسك في أول مباراة مع النادي الأهلي، وكان المفروض أنه يلعبها بجدية أكتر من كده. احنا شفنا تغيير شامل في اللعيبه كلها، يعني بالزبط. كل اللعيبه باللعيبه ناشئين، مجموعه الناشئين اللي هم بروميسنج يعني بالنسبه لفريق النادي الاهلي او في اي حته، او الراجعين من الاعارات او اي حاجه. بالنسبه لضربه الجزاء اللي انت بتتكلم عنها، هو حب يكتسب فيها الثقه الزايده قوي، يعني ان هو يلعب كوره بثقه، بس هو كان مركز الظهر انه يحطها في الزاويه اليمين، والحارس المرمى راح فريق كان اتاخر انه غير اتجاه الكره، فاضطر يعمل يعني ظروف اللعبه كلها جت ضد احمد عبد القادر. وبتحصل كتير قوي، مش من عبد القادر بس زي ما احنا كنا بنقول، هو لازم يضمن حاجه زي كده ادام اتاحت له الفرصه، ان هو ماتش مذاع وبيتقدم للجمهور ومع الفرقه الكبيره، كان يقدر يحط الكره باهتمام اكبر، لانه مش هيعملها كده في ماتش رسمي يعني. ايوه. اما بالنسبه للعيبه كلها، او بنقول لمحمد محمود الحمد لله على السلامه، محاولته ان هو يتعود على ارضيه الملعب، يتعود على خصم غير اللي هو بيتمرن معاه كل يوم، الجري في الملعب، الحسابات، الجري قد ايه، لعب كره كام كره صح، بيلعب وسط مجموعه شكلها ايه. دايما انت فاكر احنا كنا نرجع من اصابات ينزلونا تحت نلعب مع الفرقه الصغيره الاصغر نحتك اخضر، ناخد ثقه اكتر، وبعد كده نطلع نتصعد تاني نلعب في فرقتنا الاساسيه وكده. فدي الحاجات دي احنا متربيين عليها كلنا وطبيعيه يعني، عشان ما بقاش فيها الناس مستغربه اشمعنى بيلعب هنا، او اشمعنى عمل التغيير الشامل ده كله في الفرقه. رؤيات فنيه كلها ورؤيات خاصه بالجهاز الفني كله، للاستعراض للشكل الشامل اللي عندك من اللاعبين اللي احنا كنا بنتكلم عنه. بنحاول نشوف الدنيا كلها، بتحاول انت على البطولات اللي جايه كلها وعلى الشكل اللي هتحارب بيه، يبقى تقدر النهارده تاخد باك رايت، تاخد باك ليفت، من خاصه ان عندك قائمه من الناشئين، عندك خمسه، عندنا خمسه هيبقوا موجودين مش كده؟ ايوه. هيبقوا بنشوفهم مثلا عبد القادر، فخري، مين تاني عندنا؟ وعبد القادر يتأيد السنه دي ولا السنه الجايه؟ يتأيد السنة الجاية. لا، عبد القادر محمد اشرف واحمد اشرف. لا ده فوق انا عجبني احمد اشرف فخري 99. انا عجبني الراجل بيلعب ديفندر. بيلعب ديفندر، انا عجبني بصراحة. عنده ثقة وبيقدر يتعامل مع الكورة جاي، مش خايف، مش خايف الموقع. دي اللعيبة اللي تيجي، اللعيبة اللي تلعب معاك تندمج مع اللعيبة القديمة تاخد ثقة أكتر، بل بالعكس يخليني أنا لما أبقى بتفرج على لعيب بروميسنج زي ده الدنيا تشتغل معايا برضه. أنا اللعيب الاساسي يقول لك ده طالع لي ولد صغير ممكن، فتلاقيني انا بركز اكتر. وانا كل ما كان عندي في كل مكان واحد اثنين وثلاثه عندي، هاني رمزي ومحمد اشرف وياسر والناس دي كلها. محمد هاني. محمد هاني. لا انا قصدي عليك انت. ماشي. يا ريت ارجع بقى العب تاني. بستغل وجودك. لا بستغل وجودك ان انت كنت حاله في المنطقه دي يعني. تلعب لا يعني نتمنى نشوف كذا هاني رمزي في نفس المكان.